في ولاية صفاقس تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتنسيق مع إحدى الوحدات المختصة بإدارة الاستعلامات والأبحاث بعد رصد لحساب على صفحة الفيسبوك تولى يستغل فيه عرض أسلحة نارية ومجموعة من الأعيرة للبيع. من تمكنت الفرقة من حجز مسدس ناري و64 خرطوشة وغمد ومسمار حديدي جميعها قديمة العهد حسب ما أكدوا النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسين الدين جبيبلي اليوم. وتوليت الوحدة المباشرة الوحدة الذية مباشرة الأبحاث في قضية عدلية موضوعها مسك وحيازة أسلحة حربية وأعيرة نارية دون رخصة وعرضها للبيع وإحالة المحجوز على المخابر العلمية والفنية بوزارة الداخلية في انتظار نتائج التساخير. خلال شهر ماي تم حجز بضائع مهربة من في ولاية مدنين. رفعت مصالح الوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين خلال شهر ماي اللي فات 224 قضية ديوانية تتعلق بتهريب بضائع مختلفة فاقت قيمتها 10.2 مليون دينار. وحسب بيانات نشرتها الديوانة التونسية فإن قيمة البضائع المحجوزة سجلت زيادة بنسبة 190% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة اللي كانت في حدود 3.5 مليون دينار. وتتمثل أبرز البضائع المهربة اللي تم حجزها في مبالغ من العملة الأجنبية والحبوب المخدرة والملابس الجاهزة ومواد الطبخ والأجهزة الإلكترونية والفواكه الجافة. الحكومة الإيطالية تخصص 261 منحة شهرية للطلبة التونسيين. اليوم أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها أصدرته أنه الحكومة الإيطالية باش تخصص 261 منحة شهرية لفائدة الطلبة التونسيين قصد متابعة دراستهم في الجامعات الإيطالية خلال السنة الدراسية 2023-2024. ودعت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها كافة الطلبة المهتمين بالحصول على هذه المنحة إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم 9 جوان 2023. وأعطت الرقم الموقع الإلكتروني اللي يبعثوا عليه والبريد الإلكتروني كيف وأوضحت إنه السلطات الإيطالية باش تقدم هذه المنح بداية من غرة جان في 2024 للطلبة الجدد ويوم غرة نوفمبر من العام هذا 2023 بالنسبة للي عندهم تجديد منحة واللي تمتد إلى غاية موفى أكتوبر 2024. وزير الخارجية التونسي نبيل عمار يوجه دعوة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. إذن تلبية لهذه الدعوة سيؤدي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية زيارة عمل إلى تونس. هذا باش يكون يوم 5 جوان 2023 وتتنزل هذه الزيارة حسب بلاغ عن وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج في إطار الحرص على دفع علاقات التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز سنة التشاور والتنسيق بين البلدين. وزير الخارجية أيضا نبيل عمار يلتقي عددا من كبار المسؤولين الأتراك والأجانب، وهذا كان بمناسبة مشاركته بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في مراسم تنصيب رجب طيب أردوغان الرئيس المنتخب للجمهورية التركية واللي انتظم البارح 3 جوان 2023 بأنقرة. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار
بنظيره التركي مولود جوش أوغلو، وعدد من كبار المسؤولين الأتراك والأجانب. وكان أردوغان أدى يوم أمس السبت في مقر البرلمان اليمين لفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة واللي انتظمت يوم الأحد الماضي. وقال في كلمة ليه بالبرلمان، أردوغان قال: أنا كرئيس أقسم بشرف ونزاهة الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على وجود الدولة واستقلالها، وأن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات مصطفى كامل أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية حسب اليمين الدستورية لأديوة في تركيا. قنصل روسيا يتحدث على التعاون التونسي الروسي. وصف المستشار السياسي ورئيس القسم القنصلي بسفارة روسيا بتونس العلاقة بين تونس وروسيا بالجيدة، باعتبار هذا التاريخ طويل يعود إلى 20 القرن الماضي، وقت اللي كانت الهجرة تنطلق من روسيا نحو تونس. وأضاف المستشار الروسي خلال حضوره أمس ببرنامج على أهل تونس على التلفزة التونسية أن بلاده تبدي أهمية كبيرة للسياحة لأنها وسيلة للتقريب بين الشعوب، وأشار إلى أنه قبل الكوفيد كان عدد السياح تقريبا 50,000، وبعد الكوفيد زاد عدد السياح الروس بنحو مرتين، لأن تونس تعد وجهة مفضلة لدى الروس بالمقارنة مع الدول الأخرى، علاوة على العلاقات التاريخية اللي تجمع بين تونس وروسيا والعوامل الطبيعية اللي تمتاز بها تونس ومستوى الخدمات العالي جدا اللي توفروا النزل والفنادق والمرافق السياحية. القنصل الروسي لفت إلى أنه من بين الإشكاليات اللي كانت تعيق قدوم السياح الروس إلى تونس ووقع تلافيها اليوم هي مسألة التأشيرات، حيث كان الروس لا يتمتعون بالتأشيرة سابقا، وقال أنه التوانسة بدورهم مهتمون بروسيا خاصة يعني أمام التطورات الجديدة، وبعد زيارتها سنة 2018 وقت اللي تم تنظيم فعاليات كأس العالم والتعرف على ثقافتها وما تسخر به من مواقع أثرية ومناطق طبيعية تشكل عامل قوي لجذب السياح. واعتبر المسؤول الروسي أنه أهم شيء لتطوير السياحة بين تونس وروسيا هو إبرام اتفاقيات ومفاهمات من قبل حكومتي البلدين، وأشار إلى التوجه نحو تنظيم قمة روسية إفريقية موضوعها السياحة. قال باش تنعقد في شهر جويليا القادم في مدينة سان بطرسبورغ، بالإضافة إلى انعقاد لجنة بين تونس وروسيا باش يناقشوا مسائل متعلقة بالسياحة.